السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لي الصوشون، كيجيو رائعين وبعجين رطب قطني هائل. هو المعتمد عندي. غنحتاج ليه نص كيلو ديال الدقيق من نوع الممتاز، عندي 125 غرام ديال الزبده مدره، نص كاس ديال زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال بودره الحليب، قليل من الزعتر، عندي معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقة كبيرة ديال السكر، بيضة ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وغنجمع العجين بماء دافي. ودائما الحليب المجفف ملي ما يكونش متوفر نقدروا نستغنوا عليه ونجمعوا العجين بحليب دافي عوض الماء دافي. في العجانة غادي نعمل 500 غرام ديال الدقيق، جوج معالق كبار ديال بودرة الحليب أو الحليب المجفف، ملحة، معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، بيضة، نص كاس ديال زيت الزيتون، و 125 غرام ديال الزبدة مذابة. غادي نخلطهم مزيان، عاد نزيد الماء. من بعد ما خلطت مزيان الزبدة والزيت ودخلت مزيان في الدقيق، غادي نضيف القليل من الزعتر، وغادي نجمع بماء دافي، وغادي نخليها تعجن، خص تكون العجين مرخوفه. وهذه هي العجينه، من بعد ما تعجنات كتكون هيدا مرخوفه، غادي نغطي عليها ونخليها تخمر وندوز نحضر الحشوه. وبالنسبه للحشوه عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعته صغير، فلافل الالوان قطعه صغيره، عندي جزر محكوك، بصل مقطع صغير، جبن موتزاريلا. وبالنسبه للتوابل غنحتاج معلقه كبيره ديال توابل الدجاج، عندي معلقه صغيره ديال الحرقوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره ديال الملح. مقلة عملت نص كاس ديال الزيت، غنضيف بصلة، غنضيف جزر محكوك، وغنضيف فلافل الالوان، وصدر ديال الدجاج اللي مقطع صغير، ونضيف التوابل، معلقة كبيرة ديال توابل الدجاج، معلقة صغيرة ديال الحرقوم، نص معلقة صغيرة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود،
وغنضيف الملحه من بعد ما طابت لي الحشوه ونشفت مزيان ما فيهاش الزيت، غادي نضيف كميه من جوج الموتزاريلا وهي باقه سخونه. وغادي نخليها تبرد على ما نطلق العجين. من بعد ما طلقت العجينه تكون شويه رقيقه، قطعتها بطابع دائري، دهنت العجين بخليط الماء والدقيق وعملت الحشوه في الوسط. غادي نطويهم على جوج. من بعد ما عمرت السوشون بركت عليهم بالفرشيط من الجوانب باش ما يتحلوش. دهنتهم باصفر بيضاء مع قليل من الحليب. غندخلهم الفران اللي كنت شعلت من قبل يطيبوا من تحت، عاد نشعل لهم من فوق حتى يطيبوا وياخذوا داك اللون الذهبي، ونرجعوا ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. اختصرت الفيديو حيت سبق لي انا عملت لي سوشون جوج الخطرات في القناه ديالي، ولكن اختلاف العجينه والحشوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي سوشون ديالنا، كيجيو رائعين بعجينه قطنيه وحشوه لذيذه بزاف، ينفعوا ان شاء الله لمائده الافطار الرمضانيه وفي الايام العاديه. وزينتهم كيف كتشوفوا معايا بالجبن اللي قطعته بطابع على شكل ورقه الشجره، وحطيتها فوق من لي سوشون وهي باقه سخونه شويه باش تشد. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ولا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. وشكرا على التتبع ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الرائعه. دمتم في امان الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.